عقد مجلس الشورى صباح اليوم جلسته الاعتيادية برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس وقد أكد المجلس في بيان بمناسبة عقد قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية السابعة والثلاثين أن مسيرة العمل الخليجي تواصل تقدمها بخطى ثابتة نحو بلوغ مستويات أعلى من التكامل بين دول المجلس تفعيلا للرؤى الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس والمتطلع لتحقيق المزيد من التطور والرقي دول المجلس بعدها ناقش المجلس تقرير لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي حيث قرر المجلس الموافقة على التعديلات وإحالة التقرير لهيئة مكتب المجلس لصياغة التعديلات ورفع رد المجلس لجلالة العاهل المفتى